عودة مرة تانية مع كل مشاهدينا ومصر جميلة، وشفنا تقرير جميل عن القطن المصري ومجهودات الدولة المصرية في عودة مكانة القطن المصري عالميا. تفاصيل أكتر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. وصباح الخير. صباح الفل. صباح الورد. شفنا التقرير والحقيقة التقرير جميل قوي، بيتكلم على مجهودات الدولة المصرية في عودة مكانة القطن المصري عالميا. كنا بنحتل 70% من صدارة القطن في العالم كله. القطن المصري كان ليه شهرة كبيرة قوي، والحقيقة اللي كان يعني يبهر المواطن المصري ان انت لما تسافر تلاقي منتج غالي قوي ويقول لك ايجيبشن كوتن او القطن المصري. اختفت شوية، ولكن ان شاء الله بتسابلها للعودة بإذن الله تعالى. لا طبعا هي موجودة، يعني خلي بال حضرتك. خلينا نتكلم ايه اللي بيتم حاليا لعودة القطن طويل التيلة ذو الجودة العالمية والشهرة العالمية للأسواق العالمية. طيب في البداية بس بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا محصول القطن من المحاصيل الاقتصادية الهامة جدا، مش في مصر، يعني القطن بيزرع في حوالي أكثر من 70 دولة على مستوى العالم، وكل الدول اللي بيزرع فيها القطن بيعتبر يعني محصول مرتبط تماما بالدخل القومي. يمكن في 5 دول على مستوى العالم بتتحكم في الإنتاجية وبتتحكم في التصدير وبتتحكم في الاستهلاك، ومنهم على سبيل المثال أهم دولة على مستوى العالم اللي هي الصين، يعني عندها أكبر إنتاج وهي أكبر مستهلك للقطن وبتتحكم في أسعار العالم لو حدث فيها أي مشكلة. فالقطن يعتبر محصول زراعي صناعي تجاري مرتبط مع بعض. يعني مصر طبعا مركزة شغلها في جزئية معينة وهي طبقة الأقطان الطويلة والفائقة الطول، ولما بنقول 70% كنا بنقول 70% من الطبقة دي، يعني العالم كله في أنواع كتيرة، لكن احنا متميزين في جزئية معينة اللي هي أفضل أنواع القطن على مستوى العالم. وبالفعل كنا في مرحلة من المراحل بنتحكم في 70% من التجارة في هذه الطبقة. طبعا في مشاكل كتير حدثت في بالظبط في 30 سنة السابقين، ودي فترة أنا بعتبرها في عمر المحصول مش كبيرة، لأن مقومات النجاح في المحصول موجودة. يعني القطن المصري ما زال هو أفضل أنواع القطن على مستوى العالم. في مجموعة من الأحداث حدثت في 30 سنة السابقين سببت مثل هذه المشكلة، لكن في إصرار حاليا من الدولة للاستعادة وضع القطن داخليا وخارجيا. والحقيقة أنه اللي يفيد كمان أنه شهرته العالمية ما زال محتفظ بهذه الشهرة العالمية بالرغم من أنه الإنتاج ضعيف أو مش كتير في الأسواق العالمية، ولكن ما زالت جودة القطن العالمية شهرتها سابقاها. طبعا يا فندم. طيب يعني خلينا نقول ايه اللي يمنع ان احنا ناخد الصدارة مرة تانية ونرجع بمحصول او انتاج 70% في العالم كله؟ هي المسألة بترجع للمنافسة، يعني القصة الاساسية بتعتمد ان احنا عندنا طبعا في قانون كان سنة 1994 كان قبليه سيستم شغالة بيه مصر، وبعد هذا السيستم بقى موضوع اسمه خاص بالتجارة العالمية، يمكن اثر شوية على زراعة القطن في مصر، لكن الصناعة في العالم تطورت جدا. يعني المشكلة برضو ان في جزء كبير جدا من الصناعة المصرية لم يتطور بتطور الصناعة العالمية، فاصبحنا بنعتمد بجزء كبير جدا من انتاجنا على التصدير للخارج. وطبعا حضرتك زي ما سمعت دايما القيادة السياسية بتنادي بإعادة واستخدام القيمة المضافة. عايز اقول بس ان القيمة المضافة للقطن المصري عالية جدا. يعني انا عايز اضرب رقم بسيط كده، ان انا النهاردة لو انا هستفيد من كل كيلو جرام قطن بزرعه ممكن يدخل لي جنيه للدخل القومي، في حين ان انا لو غزلته يديني 4 جنيه، في حين ان انا لو صنعته لمنتج نهائي ممكن اوصل ل10 جنيه. فما ينفعش النهارده في القرن 21 ان انا ابقى بعتمد كدوله في حجم مصر على تصدير معظم انتاجي خام الى الخارج وما اقدرش اصنع جزء منه داخلي. فالجزء الاساسي عشان نستعيد عرش القطن المصري مره ثانيه لابد من الاهتمام بمجال الصناعه. ويمكن الزميل اللي كان موجود قبل مني كان بيتكلم على اهتمام الدوله بالصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر، لان القطن طبعا مرتبط بجزء كبير جدا من الصناعه. اذا قدرنا نصنع القطن المصري داخليا انا بوعد حضرتك ان احنا هنستعيد مره تانية جزء كبير جدا من 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 وضعنا الداخلي والخارجي. ان اعتمادنا على التصدير الخارجي ده يعني مشكله كبيره جدا، ان انا ببقى النهارده تحت، يعني اقدر اقول لك ايه، ان السوق الخارجي هو اللي بيتحكم فيا. انما لما اقدر اصنع جزء كبير من انتاجي داخليا هيبقى عندي قدره كبيره جدا على إيه لي مكان عالميا، على ان طبعا يبقى انا عندي النهارده مجال للتسويق داخلي وخارجي طبعا، فبالتالي بقدر انا اتحكم في المنتج بتاعي. اذا لقيت الاسعار الخارجيه مش على المستوى اقدر اواجه انتاجي للتصنيع المحلي. يعني طبعا وفي خطه الحقيقه طموحه جدا وهامه جدا للنهوض بالصناعات القائمه على القطن المصري، وبنسمع طبعا عن اخبارها من الساده المسؤولين وان شاء الله هي بسبيلها للتحقيق.
خلينا نتكلم كمان على القرار اللي أصدره السيد الرئيس منذ 4 سنوات، وهو القرار الجمهوري بيحمل رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية. يعني ايه المراكز يعني الصناعة؟ القصة في الموضوع ده بتعتمد ان احنا القطن كمحصول زيه زي مثلا محصول زي البنجر، يعني على سبيل المثال هو محصول لا يؤكل، وبالتالي انت المحصول بيزرع علشان خاطر يغزل، وبالتالي المزارع في النهاية لما بينتجه بيحتاج يلاقي مصدر التسويق. فكانت الفكرة من هذا القرار ان انا قبل ما ازرع يبقى انا هعرف هسوق ازاي. القرار ده في طريقه للتفعيل ان شاء الله باذن الله. وصدر في نفس الفترة دي قرار اخر للسيد رئيس الجمهورية كان حمل رقم 4 ل 2015، لان بصراحه قبل موسم 2015 كان القطن في مصر وصل لمرحله يعني عايز اقول لحضرتك متدنيه جدا نتيجه لمشاكل خاصه بالثوره وكلام وعدم السيطره على السوق المحلي. لكن بعد هذا القرار اللي الزم وزاره الزراعه بمسؤوليتها عن تسويق اقطان الاقصار بدات القطن يستعيد جودته مره اخرى في ال3 سنين السابقين. عايز اقول لحضرتك برضو قبل 2014 احنا فقدنا اسواق كتيره جدا، بعد كده بدانا نستعيد الاسواق، بس استعاده الاسواق دي بتاخد وقت طبعا. يعني انا بقول لحضرتك اصل النهارده عشان خاطر دايما البنى بياخد وقت. ايوه حضرتك، فهياخد وقت، لكن النهارده اصبح للقطن المصري العالم كله عارف ان مصر بدات على الطريق الصحيح لاستعاده وضع القطن على المستوى العالمي. يعني ومن ضمن النقاط ان في توجه كبير جدا من الدوله للنهوض بمجال الزراعه والصناعه. يعني حضرتك النهارده ما شاء الله فيها حركة كبيرة جدا في موضوع تطوير المغازل والمصانع، وفي استيراد آلات حديثة جدا هتساهم في إعادة استيعاب جزء كبير جدا من أقطاننا المصرية. على فكرة دي بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، بس احنا عارفين القيادة السياسية ما بتعلنش إلا لما يتم الأمر، يبقى في حاجة واضحة على الطبيعة يعني. صحيح. كمان تم تطبيق هذا العام التطبيق نظام جديد وهو تداول القطن في بني سويف وفي الفيوم. لماذا تم اختيار بني سويف والفيوم وايه هي المنظومه اللي هقول لحضرتك؟ احنا كانت فيه منظومه موجوده زي ما قلت لحضرتك قبل موسم 1994، ومن 1994 وحتى الان انا بعتقد ان السيستم اللي موجود سيستم ضعيف جدا، وظهرت عندنا مشاكل كتيره جدا، لان صدور القانون الخاص بتحرير تجاره القطن خلى تجاره القطن غير مسيطر عليها، وكانت الدوله بعيده عن هذه المنظومه. طبعا بعد نقاش كتير كان لازم نضع سيستم يستعيد مره تانية القطن فيه جودته ونقائه وتدخل الدوله فيه بقوه للسيطره عليه، وهو كان الهدف من هذه المنظومه. بس يرجع المنظومه دي بآليات محدده. كان في تكليف من رئاسه الجمهوريه لرئاسه الوزراء، وتشكلت لجنه ثلاثيه من وزير الزراعه واصلاح الاراضي والسيد وزير قطاع الاعمال والسيد وزير التجاره والصناعه، ونتج عنها هذه المنظومه بعد نقاشات كتيره جدا ان الدوله تستعيد. الاول كان السنه اللي فاتت وحتى السنه دي في الوجه البحري المزارع بيجني القطن يحطه في بيته يقعد اسبوع اتنين تلاته شهر، يجي حد من الجلابين او السماسره يقول له هدفع لك كذا وياخد القطن بتاعه، ثم بعد ذلك يورده لمراكز التجميع. هذا الامر في شكله عام لا يليق ان القطن يجني المزارع يجنيه ويحطه في بيته، يعني ما عنديش مخازن اصلا يعني. فبدأ اتجاه الدولة قالت لك لا احنا هنفتح مراكز مجمعة تحت اشراف الدولة، المزارع يجني القطن زي ما حصل مع القمح على سبيل المثال، يجني القطن يوديه معزز مكرم في اليوم التالي في مركز التجميع. مركز التجميع ده مفتوح جميع ايام الاسبوع من الساعة 7 لحد الساعة 3 بعد الظهر، يتصنف القطن، المزارع ياخد كارتة باللي ورده، تاني يوم مباشرة يتم عمل مزاد على القطن. قبل هذا المزاد محطوط سعر اساسي، وبندعو الشركات انها تخش تزايد على هذا القطن. اذا ما حدش دخل وزايد بتقوم الشركه المنظمه لهذا الموضوع بشراء القطن بسعر الاساسي، وبالتالي يبقى الفلاح ضمن يبيع قطنه مباشره في اليوم التالي لانتهاء عمليه الجني، بدل ما يقعد اسبوع او اثنين او ثلاثه. هي المشكله برضو اللي بتواجه القطن السنه دي على وجه التحديد ان في ازمه عالميه في القطن، يعني في مشكله ما بين امريكا والصين حاليا في موضوع التجاره، يمكن شامله كل المحاصيل ومنها القطن، فعامله هزه لان القطن بيعتمد على البورصات العالميه. فالبورصه العالميه يعني في حاله هبوط شديد نتيجه للعلاقات المتوتره ما بين الصين وامريكا. فانا اعتقد مجرد ما العلاقه بينهم توصل لمرحله من الاتزان هيحدث قفزه في القطن على مستوى الداخل في مصر. يعني المنظومه دي رائعه. طب خليني اسال حضرتك، يعني في بعض الاحيان المحن اللي بتكون موجوده في العالم ممكن تصب في مصلحتك انت. حصل. يعني لو في توتر ما بين امريكا والصين في مجالات الصناعه والتجاره
فانت ممكن تظهر بالمنتج بتاعك وتكون انت الواضح او موجود على الساحة. السلع اللي بتبقى مرتبطة بالبورصات بتبقى مختلفة شوية عن انواع اخرى من السلع، يعني ده القطن سعره عالمي فليه بورصة عالمية. فلما انت عارف حضرتك زي البورصة المصرية لما بيحدث فيه ارتباك سياسي او ما شابه ذلك بتنخفض البورصة. طبعا. وده حصل ايام الثورة. برضو نفس اللي حصل الايام دي نتيجة المشكلة ما بين الصين وامريكا. لان زي ما بقول لحضرتك الصين اكبر منتج واكبر مستهلك. والامريكا من اكبر المنتجين واكبر مصدر. فلما تحصل مشكلة ما بين الكبار دائما وابدا بيعاني منها الدول اللي بتبقى ايه امتاجها الى حد ما قليل يعني. فالقلق ده عامل ربكة في التحديد الأسعار. نقلل سعر القطن عالميا ولكن يدي مجال ان القطن بتاعك يظهر بقى في الساحة. هو ان شاء الله بإذن الله زي ما بقول لحضرتك يمكن ظهور القطن على الساحة العالمية هيرتبط بتطوير جزء كبير جدا من الصناعة. لاننا برضو في مصر عندنا احنا بنصدر جزء كبير من اقطاننا خام للخارج. احنا يعني عايز اقول لحضرتك في 3 سنين السابقين بدأنا كنا فقدنا اسواق كتير. احنا كنا بنصدر القطن 50 دولة، فقدنا حوالي 20 دولة نتيجة اللي كانت سياسات خاطئة من 1994 لحد 2014. دلوقتي بدأ عدد الدول يتزايد تدريجيا لان بدأت الدول تثق في ان وضع مصر السياسي والاقتصادي حتى على مستوى القطن بدأت الدنيا تثق في الوضع الداخلي في مصر، فبدأنا نستعيد اسواق عالمية. المنظومة الجديدة برضو لان حضرتك العالم بيبص للقطن المصري بنظرة احترام وتقدير، فيجب لما اضع منظومة تكون على قدر من الاحترام والتقدير لهذا المحصول. فالمنظومة اللي شغالة في البحيوم وبني سويف بتخلي اللي بيشتري القطن المصري بيحس ان مصر فيها نظام، هيقدر بعد ذلك يتعامل مع مين ويتعامل مع اسعار ايه. لان انا النهارده برضو واضع سيستم للاسعار، انا مش حاطط سعر محدد ولكن واضع سيستم اقدر احدد بيه السعر وهو مرتبط بالاسعار العالمية. فالنهارده اي حد او اي مستهلك اجنبي هيبص للقطن المصري. حتى الميزة الجديدة في المنظومة الجديدة انها بتسمح للمستوردين الاجانب انه ممكن يعمل تعاقدات مستقبليه على القطن المصري، وهذا ما كانش موجود قبل كده لان الاسعار ما كانتش واضحه. حضرتك النهارده سعر منخفض، السنه الجايه سعر مرتفع، ازاي اقدر اتعاقد في المستقبل على شيء وانا مش عارف اسعاره ماشيه ازاي؟ ولما بتدخل الموضوع ضمن منظومه الوضع بيبقى اسهل بكتير يعني جداً. قبل كده الفلاح هو اللي بيحدد ويسال ويروح ويجي ويعمل، طبعا مش منطقي يعني، حتى ما يضمنش تسويق منتج الموسم القادم. ما هو ده النقطه الاساسيه يا فندم. انا النهارده بضمن الأهل الفيوم وبني سويف بالمنظومة الجديدة أنه يسوقوا 100% من إنتاجهم. قد يكون السعر من وجهة نظر البعض أنه مش عالي، لكن أنا بقول المشكلة في ذلك ليست في مصر، المشكلة لأن احنا ربطنا السعر المصري بالأسعار العالمية، ففي حالة انهيار أو حالة ضعف في البورصات العالمية الخاصة بالقطن مجرد انتعاشها هينعكس ذلك مباشرة على أسعار القطن المصري. لكن المنظومة بتحمي القطن المصري وبتحافظ على الفلاح وبتسمح له أنه هو يسوق قطنه مباشرة في أقصر فترة زمنية ممكنة، وبتخلي للقطن هيكل وشكل داخليا وخارجيا. فدي منظومه انا شايف انها ان شاء الله باذن الله يمكن الوضع العالمي هو اللي بس كون المنظومه حتى الان راسخه وقويه، وانا حاسس او متاكد ان في اصرار من الوزارات الثلاثه المشرفه على هذه المنظومه انها تستمر، لان في اصرار من القياده السياسيه ان لازم القطن ياخد شكل محترم ويستعيد عرشه مره اخرى على مستوى العالم ان شاء الله باذن الله. لو نتكلم على دور الفلاح المصري، يعني هو الحقيقة طبقة الفلاحين هم العاملين طول السنة واللي بيجتهدوا بشكل كبير جدا، وفي بعض الأحيان بيقولوا هم ما لهمش طلبات غير ان هم أوضاعهم تبقى جيدة. دور الفلاح المصري في استعادة القطن المصري مكانته عالميا ومجهوده اللي بيعمله بشكل كبير قوي وتقدير الدولة لهذا المجهود، لأنه طبعا هي يعني كلها منظومة واحدة، كلنا حاطين إيدينا في إيدين بعض عايزين بلدنا تبقى كويسة وحلوة. أكيد طبعا. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، في القطن الفلاح رقم واحد، وانا شخصيا بقول ان الفلاح ادى كبير جدا من الجزء اللي موجود عليه. يعني هي اهم مشكله بتقابلنا في موضوع تسويق القطن برضو، ودي معلومه لازم ابعتها للساده المزارعين، ان احنا بعض الساده المزارعين لما بيجنوا القطن بتاعهم بيستخدموا يعني في حاجه اسمها التلوث في القطن، واستخدام شوائب او استخدام خيوط بلاستيك او ما شابه ذلك، او بيجن القطن في اكياس بلاستيك. دي من النقاط الخطيره جدا المأخوذة على القطن المصري عالميا. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا بس في توعيه للفلاح بعدم يعني المنظومه الجديده بتقول كده. المنظومه الجديده بتقول للفلاح اللي هيورد قطن نقي وجيد هيكون له وضع اعلى مختلف عن اللي بيورد قطن سيء. لان النهارده بقول لحضرتك العالم كله بيبص للقطن المصري بنظره احترام وتقدير، لكن ما ينفعش النهارده يبقى انا عندي قطن بهذه الجوده وبهذه الكفاءه
واجي اصدره للخارج ويطلع منه بعض الشوائب التي لا تليق. يعني ما ينفعش ان انا اجد في الاكياس واللي هي معموله بفعل فاعل بقى. يعني هو بيبقى نوع من عدم الوعي. انا مش هقول فعل فاعل بقدر لا، يعني اقصد انا اللي تسببت في انه القطن اللي انا تعبت فيه خلال المحصول ان هو ما يبقاش جوده عاليه قوي وسعره عالي قوي، لان انا حطيته مثلا في كيس بلاستيك، حطيته في كيس او ما جمعتوش بالطرق الحديثه لجمع القطن، يعني بفعل شخص، يعني عنصر ادمي. وطبعا الشخص ده مش مش مش, مش جمله، يعني ايه، بعض الافراد لما بيحطوا هذه الحاجات في الاكياس او في القطن بيأثر على جارك وبيأثر على زميله. المنظومه الجديده بقى بتسمح بعمليه الفرز ان انا افرز وافصل، الجيد يبقى ليه مكان والاقل جوده في مكان والاقل جوده في مكان اخر، وده برضه هيسمح ان انا استعيد ثقه، لان في شركات عالميه على، يعني احنا النهارده وزاره الزراعه بتنظم منظومه جديده اسمها البيتر كوتون انيشيتيف او مبادره القطن الافضل، ودي بتعاون مع المنظمه العالميه او منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه. المنظمه دي بنطبق المبادره دي ومعانا شركات عالميه كبيره جدا قادره، وهم قالوا لنا كده، نحن قادرون على استيعاب القطن المصري كله اذا طبقتوا المنظومه ديت وقدرتوا ان انتوا تدونا قطن خالي من الملوثات. عظيم. فدي ان شاء الله باذن الله بدانا السنه دي فيها، ومستهدفين ان احنا نتوسع في الموسم القادم ان شاء الله باذن الله. فانا بقول لحضرتك القطن المصري على الطريق الصحيح، لكن استعاده العرش مره اخرى بتاخد بعض الوقت، لان عايز اقول معلومه بس، لما بتهرب مني دوله او بيهرب مني مصنع علشان يظبط نفسه تاني على القطن المصري او على صنف معين بياخد سنتين، من سنه لسنتين. طب خليني اقول لحضرتك اللي اخد 30 سنه علشان تهبط المنظومه، او يعني ما يكونش متواجد القطن المصري في الاسواق العالميه على مدار 30 سنه، فاحنا محتاجين شويه صبر عشان نشوفه مره تانية. البنى دايما اصعب من الهدم. لا هو طبعا حضرتك الانخفاض كان تدريجي، ما كانش سريع. ما انا فاهمه، بس يعني اخد 30 سنه لغايه لما وصلنا للمرحلة دي بالمجهودات اللي بتتم حاليا، نقدر نقول مثلا ايه خلال 5 سنين ممكن، يعني انا بقول الصورة تختلف. لا انا اقول لحضرتك، لان برضو التطوير بدأ من حوالي 2 أو 3 سنين، احنا مش بنتكلم النهاردة على البداية. وزي ما بقول لحضرتك القيادة السياسية ما بتتكلمش على حاجة لما تفتحها فعلا، يعني او تفتتح. فالنهاردة في وزارة قطاع الاعمال في تعاقدات على شراء مغازل متطورة جدا، وبالفعل تم توقيع العقود وجاري النهارده التوريد والتركيب. فان شاء الله باذن الله هيتم فتح المصانع دي في القريب العاجل، وبالتالي هتجد ان القطن المصري بقى يغزل في مصر. صحيح لازم هنصدر، لان العالم محتاج جزء من قطننا في الخارج، وفيه دول عالميه او مصانع عالميه مصممه انها تاخد القطن المصري. لكن النهارده لما يبقى عندي سوق محلي واستفيد بالقيمه المضافه، ده هيعود بما لا شك على المزارع وعلى الدوله بصوره اساسيه. احنا اتكلمنا على كل حاجه يا فندم، بس ما اتكلمناش على معهد بحوث القطن. هو ده يعني نفضل احنا في الاخر يعني. فاتكلمنا برضو سريعا عن الحمد المعهد. لله رب العالمين. انا عايز اقول لحضرتك ان معهد بحوث القطن بيعتبر هو، انا يعني معروف حتى في كل الاوساط ان هو الاب الشرعي للقطن في مصر، وهو المسؤول الوحيد عن انتاج اصناف القطن في مصر. والحمد لله ربنا اكرمنا، يمكن في اخر 3 سنوات انتجنا مجموعه من الاصناف الجديده على وجه التحديد، كان جيزه 94 في الوجه البحري وجيزه 95. هقول لك بس ارقام بالارقام عشان الناس تحس احنا بنعمل ايه. من 20 سنه كان استحاله نزرع القطن بعد محصول شتوي، كان دايما اخد في البرسيم مثلا، يعني ياخد حشه المزارع او 2 ثم يزرع القطن. النهارده يقدر ياخد 4 و5 حشات ويزرع القطن. النهارده يقدر ياخد قمح ويزرع القطن. 70% من مساحه مصر المزارع في هذا الموسم انزرعت بعد قمح، وبالتالي بعد موسم شتوي كامل. ده معناه ايه؟ تبكير في النضج. ده معناه ان اصناف جديده مبكرة بتقدر توفر كمية كبيرة جدا من المية، وفي نفس الوقت حافظنا على جودة الأقطان المصرية. عندنا قطن في الصعيد جيزة 95 بعد 150 يوم، في بحري أو في الوجه البحري عندنا قطن بينتهي جني بعد حوالي 170 يوم و175 يوم، كنا الأول بنتكلم على 200 يوم. النهاردة بنتكلم على الأصناف اللي بقول لحضرتك عليها إنتاجها لا يقل عن 10 قناطير للفدان. الكلام اللي أنا بقوله ده السادة المزارعين هيسمعوا هيتأكدوا منه، يعني دايما تلاقي في مزارع، عدد كبير جدا من المزارعين في بعض القرى وعندنا ارقام وبالاسماء، بنتكلم في 12 و13 امتار للفدان اللي بينفذ التوصيات الفنيه صح. ممكن الاقي مزارع تاني جايب 5 و6 قناطير، ولما اقعد معاه واتناقش معاه بيحدد فين هو النقطه وفين هو الخطا الخلل فيه. لكن تطبيق التوصيات الفنيه الجيده على الاصناف بيؤدي الى محصول عالي جدا لدى المزارعين. يعني عايز اقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله، كان وزير الزراعه امبارح في زياره لمحطه البحوث الزراعيه في السخا، وريناه الصنف الجديد اللي هو جيزه 97، معالين بهر جدا بالصنف وكميه اللوز اللي موجوده فيه،
حتى هو كان بيستعجلنا ان احنا ننزل بالصنف ده للسوق. طبعا ان شاء الله هنبدا نتسارع في نزوله للسوق الجديد، لان انا ما عندي صنف النهارده بيتكلم في 12 و13 امتار، معدلات حليج عاليه جدا، صفات جوده مرتفعه جدا. انا بعتنا عينات من الصنف ده لعدد من دول العالم ومنها المانيا، النتائج اللي جايه مبشره جدا. اعتقد ان شاء الله باذن الله ان هيستعيد القطن المصري مكانه داخليا وخارجيا بالمنظومه الجديده. وفي خطوات تانية هتيجي في الطريق ان شاء الله على فكره، يعني منظومه التسويق الخاصه في فيوم وبني سويف هتتبعها اخرى مجموعه تانية من الخطوات، بس عشان ما نبقاش ما نسبقش الاحداث، ان شاء الله باذن الله المنظومه دي تكتمل على خير ونبدا نطبقها على مستوى الجمهوريه في الموسم القادم ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. وده يخليني اقول لحضرتك ولكل الساده المشاهدين انه ده اهميه البحث العلمي في المجتمع، التحسين الأوضاع، توفير الوقت، توفير المال، زيادة ووفرة في الإنتاج. كل واحد في المجتمع ده ليه أهمية قصوى في زيادة ورفعة هذا المجتمع. طبعا العلماء اللي بيقوموا بالأبحاث العلمية، المزارع في الأرض، السادة المسؤولين بوضع الخطط، وإن شاء الله بإذن الله يعني في ظرف وقت بسيط جدا يرجع مرة تانية القطن المصري للصدارة العالمية وترجع شهرته عالميا تسود. هي طبعا ما فقدش شهرته، ولكن يمكن كميات الانتاج والدخل اللي بيدخله لمصر قليل، لان احنا بنبيع المواد خام، فلما يبقى عندنا قيمة مضافة الوضع اكيد هيختلف. انا بشكر حضرتك يا فندم، واهلا بحضرتك معنا. ربنا يخليك يا فندم، شكرا، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بصحة وسلامة. بنشكر كل السادة المشاهدين تابعونا النهاردة، وان شاء الله بكرة اللقاء يتجدد مع حضراتكم. مصر دايما جاهزة.